ايش قاعد تسوي انت؟ المهم الناس كانوا كيسولوا في اليوم، كنت مريض بالدرسة ونعست نهار كامل. المهم اليوم فقت مزيان، دوزت نهار الصباح احسن صباح دوزته في الانرجي في الايجابيه في كل شيء. درسي ليا بق، رجعت نعس فقت المرا الاذان، يعني النهار كامل مشى. شكرا درستي. واليوم قبل ما تضرني الدرسه كنت مستافد من النهار لدرجه اني صورت لكم نيو بوست وقررت اني نحطه اليوم، ولكن ما حطيتوش اليوم. يعني اش باليكم نحطو غدا ولا نحطو دابا؟ هذا موضوع ما داخلش في الدرسه ولكن بغيت ندخلو اسطورياتي ندير فيهم اللي بغيت. بالضبط ساعتين ونحن هون. شحال كم ساعه ونحن في هذا المحل؟ انا عقلي قال لي سبيها في رغده، حقاش بقيت معها ساعتين وانا في المحل كندير معها الشوبينغ، خصني تعويضات. رغدة انا جاي. افتحي الباب، افتحي الباب نتفاهم. الحمد لله على السلامه، والله منيح انك صحيت. سنك بوجعك، ايش بدك؟ سنك بوجعك، عطيتك دواء تعويضات. عطيتك دواء تعويضات، بدي تعويضات عشان انت اللي وجعتيني اليوم وكنت معك شوبينج ساعتين. انت اللي لو ما كنت معك شوبينج لكان درسي جود والله. اه طب بدي احكي لك شغل. باي. مرحبا يا حلوين، بس بدي احكي لكم انه سلكولي اليوم، سلكولي بليز اعذروني، ولكن بدي احكي لكم سر انه انا نزلت ببجي قبل يومين، ويمكن شوي اللي بيعرفني بيعرف انه انا كثير كنت العب ببجي زمان، بس شطبتها قبل شوي لانه اخذت قرار اني ما رح اعمل نفس غلطة المرة الماضية اني اضلني العب ببجي 24 ساعة وانساك وانسى السوشيال ميديا وانسى حياتي، تمام؟ فشطبتها اوكي بكل فخر، يمكن ارجع ارجعها بس لا ما رح ارجع انزلها. بس بكره يوم جديد، بكره عندنا مشاوير رح تيجوا معي وكذا، وبكره في اشي كتير حلو انا كتير مبسوطه، ف بكره يوم جديد. يلا تصبحوا خير، شكلي بجننش. على اكثر مكان بحب اجي عليه، الحيوانات. مرحبا مرحبا، كيفك؟ بستقبل الناس. طبعا اللي بيعرفني بيعرف انه ضعف في البساس. يا بيا فوكسي يا ناس على الخيانه. الا شوي. هاي شكرا على هالمحل اللي راح اظني اجالي كل يوم. يا ميت اهلا وسهلا. شكرا يا ميت اهلا وسهلا. شكرا. لقينا لها فوكسي. نقول خلص فوكسي. الله غير اتمنى اختك. اخوك 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 اخوك. جماعه طلعوا لقيت فوكسي نمبر 2 بالاردن، طلع بسكا. استنى علي بس فتره صغيره، نطلع من الاوتيل وبجيبك عندي. والله لا اتمناك، وعد وعد. المهم اليوم باش نغير الروتين جيدنا للمحل ديال الكلاب والمشاش. ندخلو. بسم الله الرحمن الرحيم. بدينا هذا المحل مختص غير في الكلاب والمشاش. شوف 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 او ماي جاد، شو كبير هذا. اوف 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 اوف. متصور معايا هادشي كل شيء بساس، يعني مشاش. شوف الناس اللي كيعشقوا في المشاش. شوف 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 شوف. انا ماشي فان ديال المشاش ولكن فان ديال الكلاب. شوف هذا كبير. شوف وانتم عارفين لما اقول لكم البساس كنقولوا والله يدوز هذا اليوم بخير، يا ربي نخرجوا من هنا.
شوف لما تعطي الرغده البساس يعني ما كتطلقهمش، رغده دقيقه اعطيني امسها دقيقه وارجع لك. طيب احكي لك ما راح تحبك بس تحبني. يلا اعطيني. يلا اتصور معك. تصور استاهل. مع السلامة. صباح الخير، صباح الفن، صباح الاسمي، صباح قادك شي لي زوين. ايستكم بحال الاول لفتوني نفيقكم كل صباح. ما تنساوش راه الولف الصعيب ماشي بيدي. دابا انا كل صباح كندير لهم سينيماتيك، ولكن ما خليت حتى شي حاجه ما درتش بها سينيماتيك. ما عرفتش نقلب على اي حاجه. قرعه سينيماتيك بقرعه. شتا دار بينا فيديو وخلانا حاصلين هنايا. ما كيحشمش ما كيحشمش. باقي شي مره نصور معاه شي فيديو. يلا يلا تبعيني. اجي هذيك شت الماء ديالك ناقص هاد الايامات. يا كنقول لك ما تخلي حتى شي واحد يشرب منك تنقولها لك. حيدي عليا. اسمحوا لي وصافي على السطوريات اللي قبل. تاثير ديال الحجر الصحي والصيام ورمضان صافي. دابا السؤال المطروح، واش انا بوحدي اللي صابني العدوى او لا كلشي؟ شوف هشام، انت اخويا هشام ياك. حبش وخلينا نبداو. والله حتى انت بالله، انا قلت لك ماشي بوحدي. اخيرا عليكم كنت راه قلت في امان ربي اي واحد علمني عليا الحرب. خويا انت ديما كدير، انا راه اول مره. اول مره جاي تطبع عليا وتنوضني من رقاد. والله يا خويا لا عزيز علي تنحبك تنحبك. اقول لك الحب كي داير. او بعد الدوار اللي كنا ندورو فيه في البرد الحال، ماشي كيما الدوار اللي رانا ندورو فيه في الحمان اخويا. عادي الله يحرق بو الراسه تاعك. خويا مالك معايا؟ واش عندك معايا شي مشكل؟ عندي بزاف مشاكل نحلوهم من بعد غدو ان شاء الله يا ربي. وجد روحك. المهم في اطار نصر الايجابيه، عجبوني انا واحد اللعيبات وواحد المناظر، خلينا نديرو سينيماتيك عليهم. روح 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 صاحبي روح، بتخون الورد على صباح ربي. روح شور روح روح رمضان راه راه سينيماتيك هادي. روح شاهد سينيماتيك راه شور بك بتخون الورد. روح زيادة على ذلك زيد يخرج فيها. بدل زوج شوية غتموت تما غتموت. صح كتبان زوين. لا انا شباب ماشي كنبان زوين، انا زوين. والان رانا في قسم الماكولات صاحبي. تخيل معايا الماء عندهم تساوي 2 دولار. ما تخيل ما والو خويا، خرجني منه خليني نروح نرقد. زيد يقول لي تخيل. سير اللوحه هذه وديت. لا تقول لي ما كنخرجكس، لا تقول لي ما كنمتعكس. عادي الخفر شور خف خف. اللهم اني صائم يا ربي. استغفر الله. عادل راك شاهد باللي هو اللي خرجني يا ربي. راك شاهد باللي عادل هو اللي خرجني يا ربي. صاي برت لا وصرت خويا فرقعتك. والله العظيم فطرني اليوم فطرني. دخلني لخويا الماكله بكل انواعها وبغاني ما نفطرش. شللت عينيه شميت حتى شبعت هنايا. عادل نتمشيو كاع ديك المسافه باش نوصلوا لهيتا. خويا مع هذا الجو هذا بارد لحتي برودية. والله الا دعوه تشرصف حتى عليا راس بحر. دابا هذا الليمون وهذا الحامض صاحبي. هذا سموه ليمون وهذا سموه تينا. ما عمرني سمعت التين لون تيني. الليمون هذا الحامض يا صاحبي. اقرا اقرا اقرا. ها هو الليمون ها هو برتقال. برتقال ماشي تين. ابي صح تين كيما برتقال تاع الحامض. ازعق عليا الليمون حامض. كي شي واحد فيكم كيقول البرتقال تين؟ كي شي واحد فيكم يقول برتقال ليمون؟ او ما قلت له معروف عندنا هذا كنقولوا ليه الليمون. وهذا اش كيسمو؟ الحامض. حيت سمو ليمون. المذاق ديالو كي داير؟ اذا قينا بزاف نفحتو خير. اول حاجه ديرها كي تدخل من برا خويا ورافد معك الهم تاع الكورونا قريب ما تنقله لامك وبوك وكاع دوش. هذو نصائح هشام في رمضان تبعهم.
دليل اخر يا جماعه انه رجعنا بقوه، انه باش نصور فيديو توا مع هشام في يوتيوب شانل هشام، في انستغرام هشام، ولا ما نعرفش في فيسبوك هشام، في القاعه الكل ديما يعمل اكثر من ملايين فيوز. ان شاء الله ربي يزيد، وان شاء الله ربي يزيد.